وراح اعمل لهم صف خاص لدراسة المهن الحرة حتى بس يتخرجوا من عنا من السجن يلاقوا لهم شي صنعة يشتغلوا فيها. ادخل. سيدنا في غوار طوشة بدي اقول لكم. خليه يدخل. شو يا غوار؟ عملت لي قائمة باسماء زملائك والمهنة اللي بدهم يتعلموها؟ نعم بدري بك. في اثنين بدهم يتعلموا تدبير منزلي وخمسة بدهم يتعلموا رئيس ديوان وواحد آلي كاتبة وواحد بده يتعلم سواقة السيارات. سواقة سيارة جوات القاوش؟ نعم قال مؤقتا بيتعلم نظري بس. وبس بده يسوق كمان بيسوق نظري؟ لا قال بس يطلع من الحبس بيطبق عملي بالشوارع بيدعس اثنين ثلاثة بيتمرن بتاخد رجله. شي حلو. ومن هو الفهيم الذكي؟ أنا بدري بك بس إذا بتعمل معروف بدي إياها سيارة تكون بثمان دواليب وفي واحد ما بده يتعلم شيء. ليش بقى؟ قال لأنه هو محكوم مؤبد ما حتلزمه الصنعة. وغيره؟ بس هات لشوفات تضرب وما بتنعط وش. شوفات حجامعة أنا اللي أعملكم فيها 100 كلية. انصرف. في إلي سؤال بدري بك. تفضل. صار شيء بالموافقة تبع حفلة عيد الأم؟ انت كل ما شفتني بدك تسألني عن موافقة وتخيلني فيها لسه ما صار شيء. شو هاي حفلة عيد الأم؟ سيدنا متقدمين بطلب انهم بدهم يقيموا حفلة لعيد الأم وبعتنا لكم اياها مشان حتى ناخذ الرأي. بس مضى على عيد الأم 4 أشهر بظهر تأخرتوا بتقديم الطلب. اي نعم نحن الحق علينا استاذ ما تذكرنا الحفلة الا قبل موعدها ب5 أشهر قدمنا الطلب. بس سيدنا انا ما ضل عندي الطلب غير شهرين بس للدراسة وحولنا لكم اياه رأسا لأخذ الرأي. غريب ما وصل لعنا. بجوز جاي بطريق تسلسل. وبعدكم ناويين تعملوا الحفلة رغم مرور العيد؟ نعم استاذ يعني شنو بالحبس الايام كلها بتصير مثل بعضها العيد مثل غير العيد. طيب انا بشوف الطلب وبوافق لكم. الله يخليك بلكي منلحق حفلة عيد الأم تبع السنة الجاي. تكرم. شكرا.